خليها على الله وما تقلقش. مش الأستاذ عدلي يرد الست حياة؟ إيه اللي منزله للوقت؟ إيه؟ ده ما طقهاش ولو ساعة. مش أنا قلت لك إن هو رجعها مجبر؟ إيه ده؟ إيه اللي لابسه الأستاذ عدلي ده؟ إيه اللي هو بيعمله ده؟ بيعمل إيه؟ ألا أنت شايف؟ الأستاذ عدلي بيعمل إيه؟ بيعمل إيه يا أستاذ مذكور؟ ده بيركب عربية في الهوا، بيتهيأله. هو فين الأستاذ عدلي؟ هلا هو فين؟ ده كان هنا من شوية. تعيش وتفتكر يا مولانا. الله يرحمه ويحسن اليه، كان راجل طيب وابن حلال. ده كان راجل جزمه وابن كلب حرامي. يا استاذ عدلي مفيش داعي للكلام ده، اذكروا محاسن موتاكم. محاسن ايه؟ هو كان له محاسن خالص. وبعدين انت بتنافق مين؟ بتنافق واحد ميت؟ يا استاذنا مفيش داعي للكلام، قلت لسيادتك احنا في حزة. انا سمعت انك انت نازل مكانه في الانتخابات. والله الناس كتير قوي بتتحايل عليا، لكن انا لسه ما اتخذتش قراري بده. يعني الحاجات دي اصلا بيبقى فيها وجع دماغ. تبقى نازل وبكره هتقول فيه كلام اوسخ من اللي انا قلته عليه 20 مره وما عجبكش. ما قلتليش يعني ايه اخبار سلا؟ لا سلا خلاص انا صرفتها، اصلها كانت داخله على طمع وعايزه تتجوزني وهتخلف لي قطط بقى، وانا بخاف من القطط بصراحه. كده كويس، كويس قوي، حلو قوي كده. كويس، وانا قادر على حياتي لما اقدر على دي. مين دول؟ دول زملاء المرحوم في المجلس، نواب. سعيكم مشكور. غفر الله ذنبك. سعيكم مشكور. غفر الله ذنبك. ايه؟ غفر الله ذنبك. اللهم ابطل عمل المفسدين
واخمد انفسهم. اللهم اشغلهم عنا بشاغل من مقتك وسخطك لا يستطيعون له ردا. الله اكبر من شر كل جبار عتي. اللهم اني اعوذ بك من كل شيطان عتيد ومن كل عين لامه ونفس لوامه ومن شر الحيات السنانه والافاعي السامه. على امك. مسلول، ايه اللي جابك هنا؟ انا كنت في الفرح بتاع بشتيل بشوف موضوع الحشيش اللي انتوا كلفتوني بيه. وعملت ايه؟ عمو امي حشيش ده، انا شربت المخدرات اللي نزلت على الترابيزات كلها، بقى الوادي عدي يعدولي رص وانا اشرب، ما خليتش حد تهنى على حجر في الفرح كله، والفرح في الاخر قلب بخناقه وكله نزل ضرب في بعض. وانت جاي لي ليه دلوقتي؟ انا ليه عندك طلب يا عدول. الله يخرب بيوكم، انا عمري ما شفت جن يطلعوا البني ادم ويطلبوا منه طلبات. انتوا ايه ما بتكسفوش؟ ما يبقاش خلقك ضيق بس، ده انا غلطت غلطه كبيره قوي يا عدول. عملت ايه الله يخرب بيتك؟ انا بحب يا عدول، انا بحب. بتحبي مين؟ بحب زينات الرقاصه اللي ساكنه تحت. ابوس رجلك، انا في عرضك. طب وانا اعمل لك ايه؟ انت مش جن؟ ما تروح تطلع لها ولا تلبسها. انا مالي؟ انا مش عايز البسها غصب عنها، انا بحبها يا عدول، انا عايز البسها بمزاجها. الله يا عدلي في ايه؟ عمال ترفص كده ومش عارف انام. ايه الولية دي؟ ده انت اللي يشوفك يسلم ويعمل بالله. ابقى اجي لك وقت تاني يا عدول. دي مراتك؟ ادي اخرة الحلال، اشرب. انت ايه اللي وداك الجزيرة دي يا استاذ؟ ده انت قلبك جامد قوي. ليه؟ هي الجزيرة دي فيها ايه؟ بيقولوا مسكونة بالعفاريت. طب وايه يعني؟ هيعملوا لنا ايه العفاريت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اجعل كلامنا خفيف عليهم. هو سعادتك مخاوي؟ نعم. مخاوي؟ اصل ما يجيش الجزيرة دي يا اما يكون مخاوي يا ملبوس والعياذ بالله. انا لا مخاوي ولا ملبوس. الظاهر ان سعادتك مستهون بكلامي. موجودين يا سعادة البيه، موجودين. اسمع اللي بقولك عليه، ده انا شفت بعيني بلاوي. طب بدل ما انت رحت الجزيرة، ما هو انت يا تبقى مخاوي يا تبقى ملبوس. انا لا مخاوي ولا ملبوس. امال